تعجب غاية العجب عندما ترى في أشخاص ربما أيضا بعضهم ينتمي إلى الإسلام من يعقد موازنة بين أخلاق بعض المسلمين وأخلاق بعض الكفار، ثم بزعمه يخرج بنتيجة أن أخلاقهم أفضل وأن آدابهم أحسن، وربما أخذ يتهجم، وهذا من الجور والظلم. ومن المعلوم أن الأخلاق التي في المسلمين والمعاملات ليس من الضرورة أن تكون تمثل الإسلام، وكل يعلم من نفسه قصورا في جوانب من أمور الدين، ومثل ذلك قل في أحوال الناس كلهم مع الأديان التي ينتمون إليها، ليسوا فيها على درجة واحدة، فكيف تكون هذه الموازنة؟